يا الله يا الله، علمتني كيف اتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من فضل الله علينا ورحمته بنا أن أذن لنا بأن نقابله وأن نقف بين يديه، ولو شاء الله تعالى لما شرع لنا أن نقف بين يديه، بل تركنا بلا صلاة فريضة ولا صلاة نافلة ولا تراويح ولا غيرها، لكنه أمرنا بالصلاة لأجلنا نحن لا لأجله هو، وإلا فهو سبحانه عنده الملائكة وهم أعظم منا، الملائكة لا تسرح في صلاتها ولا شيء، بل حتى الملائكة ربنا مستغن عنها وعن صلاتها. إذن الصلاة لنا، نحن الذين نحتاج الصلاة، نحن الذين نحتاج أن نقابل الله في كل يوم وأكثر من مرة أيضا، على الأقل 5 مرات، لكي تطمئن قلوبنا، لكي ترتاح نفوسنا. وبعض الناس يزيد من نوافل ليزيد من راحة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يقيم الصلاة قال: أرحنا بها يا بلال. وهل توجد راحة أكثر من راحة من يقابل الله تعالى؟ كيف تتعامل مع الله إذا قابلته؟ مقابلة الله تعالى لها طعم، وأنا أعرف أن كثيرا من الناس يريد أن يحس بطعم هذا اللقاء الذي يتكرر في كل يوم. المشكلة أنه في كل مرة يفوتنا هذا الطعم، فكيف نحس بحلاوة لقاء الله؟ توجد 3 أدوية من استعملها في صلاته وكأنه يصبح في حياته. يقول أحد الذين طبقوا هذه الأدوية: والله ما كنت أظن أن الصلاة فيها كل هذه الراحة وكل هذه السعادة. الدواء الأول، أول طريقة لكي يحس الإنسان بطعم الصلاة، أي صلاة، فريضة كانت أو نافلة، أول علاج أن تغير نظرتك عن الصلاة. لا تنظر إلى الصلاة فقط أنها شيء يجب أن أطبقه لأنتهي، أفعلها فقط لكي لا أعذب، لا لا، اذهب إلى الصلاة لأنك تحب الصلاة، لأنك تريد أن ترتاح بها. كن معي في هذا المثال. الأصل أن الإنسان يأكل ليعيش، أليس كذلك؟ لكن واقعيا الآن، هل الناس الآن إذا أكلوا فإنهم يأكلون ليعيشوا فقط؟ مستحيل. يأكل فقط لكي لا يموت بس؟ لا أبدا، بل هو يتلذذ بالطعام لقمة لقمة، ويخلط النوع الفلاني مع النوع الفلاني وبمزاج أيضا، أول مقبلات ثم الوجبة الرئيسية، ويختم ذلك بالحلوى والفاكهة، يتفنن بالأكل، ولا تجد أحدا يأكل فقط ليبقى على قيد الحياة، لا. طيب، أنت كذلك لا تصلي فقط لتسقط الفرض، ولكن هدفك أن تستمتع بالصلاة. علينا أن نستمتع بكل ركن فيها. غير نظرتك اتجاه الصلاة. ألا ترى أن كل شعب له طريقته الخاصة بإراحة النفس؟ الغرب يستخدمون الموسيقى الهادئة للاسترخاء، الشرق الأقصى يستخدمون تمرينات معينة للاسترخاء يسمونها اليوغا أو غيرها، بعضهم لا يسترخي إلا بالخمر والعياذ بالله. طيب، ماذا عنا نحن؟ لماذا لا نستخدم ما أعطانا الله إياه؟ وما هو الذي أعطانا الله إياه؟ إنها الصلاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أغمه أمر صلى. المؤمن في الصلاة كالسمكة في البحر لا تريد أن تخرج، غير الخاشع في الصلاة كالطير في القفص لا يريد أن يبقى. ولهذا فأنا أقترح عليك أن تسأل نفسك سؤالا صادقا بصدق، اسأل نفسك: لماذا أتيت أنا إلى الصلاة؟ بعض الناس
أتى إلى صلاة التراويح مثلا وليس في باله إلا دعاء القنوت. الدعاء طيب، ولكن إذا كان الدعاء هو الهدف فقط فسيبقى الإنسان متثاقلا طوال الصلاة إلى أن يأتي الدعاء. بعض آخر يأتي لأجل الصوت الجميل، الجميل مطلوب لأنه سيساعدك على الخشوع لكنه ليس غاية بل وسيلة. فمن أتى فقط لأجل الصوت الجميل فسوف يتثاقل طوال الركوع، طوال السجود، طوال التشهد. أما إذا كان الإمام هذا صاحب الصوت الجميل ليس موجودا، صاحبنا هذا لن يخشع أبدا. لماذا؟ لأنه أتى لأجل الصوت فقط. يوجد بعض الناس ما شاء الله عليه موفق، لماذا أتى إلى الصلاة؟ أتى للقاء الله، لمقابلة محبوبه، لكي يكلمه، لكي يشتكي إليه، ليخبره بحاجته إليه، ليسمع كلام ربه، ليسمع ماذا يريد الله مني. فإذا قرأ الإمام القرآن وقال يا أيها الذين آمنوا في الآية، فأنا أستمع وأركز في الكلام لأني أريد أن أعرف ماذا سيطلب الله مني الآن، وعن ماذا سينهاني ربي، فالذي يطلبه مني سأفعله، والذي ينهاني عن سأتركه. وإذا ركعت فإني سأعظم ربي، لأن الركوع فيه تعظيم لله، فيه عبودية شديدة، روحك محتاجة لهذه العبودية التي يوفرها لك الركوع. نعم، كل إنسان منا عنده في داخل نفسه حاجة شديدة للعبودية، فهو يحتاج أن يعبد إلهه لكي يستريح. كل إنسان فيه هذه الفطرة، وإذا لم يشبعها فإنه سيبقى قلقا سريع الغضب والانفعال، حتى لعل يعني الشخص نفسه يتساءل لماذا أنا متوتر هكذا. أحيانا يكون السبب هو عدم إشباعك لحاجة التعبد. فالركوع فيه عبودية شديدة لله، فستروي نفسك تماما. والراكع يعظم الله تعالى ويدافع عن إلهه أثناء الركوع فيقول سبحان ربي العظيم. سبحان من تسبيح، التسبيح تنزيه الله عز وجل عن الأشياء التي لا تليق به سبحانه. أشبع هذا الشعور في الركوع. يقول لي أحد الأخوة وقد بدأ يتأمل الركوع بهذه الطريقة التي ذكرناها، يقول والله أصبح الركوع على قلبي أحلى من العسل. بعد أن أصبحت أحاول أن أشبع حاجة التعبد في أثناء الركوع صار طعمه يختلف تماما. ثم ننتقل إلى السجود. يا الله، السجود هو أفضل مكان بالصلاة وهو أحلى مرحلة. أي والله، السجود هو أفضل مكان بالصلاة وأحلى مرحلة. السجود هو عندما تكون في أقرب نقطة من ربك، فيصبح دعاؤك قريبا من الإجابة فتطلب وتطلب. أما التشهد فوداع وتحية للخالق، ثم سلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا سلمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسيوصل ربي سلامك إليه وهو في قبره. نعم، أول ما تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فإن الله تعالى سيوصل سلامك إليه في المدينة المنورة. ثم تستمر في هذه الصلاة، ركعة الثالثة والرابعة وهكذا، فتجد المصلي بعد انتهاء الصلاة أسعد مما كان قبل الصلاة. لقد امتلأ قلبه بلقاء ربه، فبقيت آثار ذلك اللقاء عليه حتى بعد انصرافه من مقابلة ربه. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل عرفنا الآن لماذا كان السابقون يخشعون ولا نخشع؟ ببساطة لأنهم يحبون الدخول بالصلاة ونحن نحب إبراء ذمتنا من الصلاة، فقط نريد أن نؤديها، لأنهم كانوا ينظرون إلى الصلاة بخلاف نظرتنا نحن إليها. إذن غير نظرتك إلى الصلاة وسيتغير طعم الصلاة كليا في قلبك. يوجد دواء آخر للخشوع، هذا الدواء لا أعلم أحدا طبقه ولم تتغير صلاته أبدا، لا رجلا ولا امرأة، كل من طبقه تغير صلاته تماما. فما هو؟ تابعونا في الحلقة القادمة. يا الله يا الله.